تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث دويرة لأمن المقاطعة الإدارية دراريا من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في حيازة تخزين نقل بيع وشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية. قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا مكنت عناصر ذات الفرقة من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 46 سنة ينحدرون من العاصمة على متن سيارة سياحية بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية. بعد مباشرة التحريات في القضية تبين أن المشتبه فيهم يعانون من أمراض مزمنة، وكانوا في كل مرة يحصلون على وصفات طبية صورية ثم يقومون بتغيير الطبيب المعالج والولاية التي حصلوا فيها على الوصفة، ويقومون بعدها بشراء الأدوية من صيدليات في أماكن مختلفة، ليقوم بعدها عناصر ذات الفرقة بتوقيف المشتبه فيهم وتنفيذ أذونات بالتفتيش وتمديد الاختصاص، أفضت إلى ضبط وحجز ما يلي 981 قرص من المؤثرات العقلية، 28 قارورة من المؤثرات العقلية السائلة، وصفات طبية صورية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 68,000 دينار جزائري. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.